الحلزونة والحلزون اتقابلوا في خرم الحزون، الحلزونة جوه متاهة، والحلزون لما استناها هربت وقعت جوه البير، السما بتمطر مسالير، الحلزون مكبوت وأسير، الحلزونة انتحرت فجأة، والحلزون خبطته عربية عدت في ميدان التحرير. أسمعكم آخر قصيدة كتبتها وهي من الشعر الحر. هقول كل حاجة، هقول كل حاجة، هغني وهوهو، همأمأ وصوصو، هنهق ونونو، لكن في النهاية بحب السنونو، بحب السنونو، بحب السنونو. السنونو وادي الحلزونة، يبقوا كل على بعضه 35 قصيدة، هندفع فيهم 500 جنيه، قلت إيه يا شاعر؟ لا عايزينك تكرمنا، أنت كده بتربي سمول. أبيع نفسي لأول مشتري آتي، أبيع مقهورا حبيباتي وكلماتي. حلوة أوي أبيع نفسي دي، ناخدها وادي له 50 جنيه. فليسقط الشعر ولتنهار أبياتي، الشعر شعري ومأساته مأساتي. حلوة أوي برضه فليسقط الشعر دي. احنا ناخدهم الاثنين شروا 75 جنيه ونرجع له الحلزون. احنا مش عندنا سنونة؟ عندنا يا باشا. راضي عم؟ ان الرضا في القلب. معروف مش هنقعد هنا بقى طول الليل. رجع بقى الحلزونة وحساب السحرة. انا كوفا هناك مع عند الوزير والله. هو كله اطرح هيولع يقعد يعملوا لك دوشه. ما تخصخصوا وتريحوا نفسيكم، انا عندي مشروع هايل يريحكم البلاوي دي كلها. سكك حديد مرجان، انا هدفع للدوله مبلغ محترم واشتري السكة الحديد، وتسيبونا بقى احنا والقطارات نخبط في بعض. عظيم، احنا بندرس ده فعلا فعلا. شكرا يا مرجان بيه. شكرا يا فندم. ميرسي، مع السلامة. انا بشكرك يا مرجان بيه. على ايه يا فندم؟ يا خبر ابيض. والله ابن حلال، بالمناسبة دي انا بهدي لسيادتك الكتاب ده. كتاب ايه؟ ده ديوان شعري من تأليفي اسمه أبيع نفسي. أبيع نفسي، العنوان حلو، عنوان صادم، هقراه واقول لك رأيي. عن اذنك. مع السلامة يا فندم. جائزة المجلس الأعلى للشعر والأدب، أحسن شاعر في مصر، فاز بالجائزة الشاعر مرجان أحمد مرجان عن ديوانه أبيع نفسي. أيها السادة، إن ديوان أبيع نفسي لهو تجربة حياتية مريرة، إنها عصارة الأمل وأي أمل. إن أبيع نفسي لهو رصد للمتغيرات داخل الإنسان المصري، بل ليس الإنسان المصري فقط، ولكنه رصد للمتغيرات للإنسان العربي. وبهذه المناسبة أهدي هذه الجائزة للسيد الرئيس راعي الثقافة في مصر. بجد يا بابا مش قادرة أوصف لك قد إيه كنت فخورة وأنت بتاخد الجائزة. بس برضو يا بابا حضرتك غلطان، إزاي كل الناس يباركولنا وإحنا ما نعرفش بيباركولنا على إيه؟ وأنتوا ما قريتوش الشعر؟ ما هو أنت ما سبتلناش ولا نسخة. وبعدين يعني أنا عايزة نسخة تكون ليا وعليها إهداء. وأنا عاوز 20 نسخة أديهم لأصحابي. بابا انا قلبت الدنيا على الديوان ما لقيتوش. ما هو مفيش ولا نسخه، كل النسخ نفذت، اكبر نسبه مبيعات في تاريخ الادب العربي. طب مفيش طبعه تانية؟ ما احنا عملنا الطبعه الثانيه قبل الاولانيه والاثنين نفذوا برضو الحمد لله. انا بس يعني عايز اعرف حاجه، وسط مشاغلك دي كلها جبت الشعر ده كله منين؟ والله يا عليا يا بنتي، ساعات كده اروح قهوه صغيره مع المهمشين والبسطاء واقعد اشعر مع روحي. العجاتي انت تعرفها؟ بروح هناك كتير احضر ندوات، بس عمري ما شفتك هناك. طب ما تروحش بعد كده. ليه يا بابا؟ امبارح البوكس جه لم كل الشعر اللي هناك وقفلوا القهوه. طب عايز اقول لك ان احنا محضرين لك مفاجاه. ايه هي؟ دكتور شيهان عايز تعمل لك عندنا في الجامعه ندوه بمناسبه حصولك على الجائزه. ندوه؟ وين؟
الكتاب ده كارثة بكل المقاييس اللغوية والشعرية. طب ايه رأيك بقى يا دكتور عبد اللطيف ان الكتاب ده حاصل على جائزة الدولة في الشعر؟ وعاوزاني انا احضر ندوة اناقش فيها الهبل ده؟ انا انأى بنفسي على ان اشارك في هذا العبث دي مهزلة. ايوه انا عايزك تقول رأيك ده بمنتهى الصراحة. اقول رأيي فيها دكتورة، الهبل ده يتناقش في مستشفى المجانين مش في ندوة ادبية. وبعدين من مرجان ده؟ ها انا اول مرة في حياتي اسمع عن واحد شاعر اسمه مرجان. اسمه مرجان، احمد مرجان. يسعدنا ان نلتقي بالاستاذ مرجان احمد مرجان، صاحب ديوان ابيع نفسي، والذي حصل على جائزه المجلس الاعلى للشعر والادب، ومعنا ايضا لمناقشه الديوان الدكتور عبد اللطيف سالم، استاذ الشعر العربي ورئيس قسم الادب المقارن وعضو مجمع اللغه العربيه، والحاصل على جائزه الابداع في النقد الادبي من جامعه اوكسفورد. ايه ده؟ دي حاجة بسيطة كده على مقسم حلوة الديوان، وربنا يخليك لينا يا دكتور. ايوه بس ما يصحش، دي ساعة الصبحية محدش يقول للرزق لأ. دكتور عبد اللطيف اتفضل حضرتك قولنا ايه تقييمك للديوان. لقد استطاع الشاعر مرجان احمد مرجان ان يكسر كل تقاليد الشعر، ان يقفز على كل الحواجز، وأن ينطلق بشعره وبخياله بعيداً بعيداً، بل ولقد استطاع أن يحلق في آفاق أخرى عوالم خاصة صنعها بنفسه. إنه يذكرني ببيت للشاعر دعبل حينما قال: إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحداً. أصل دعبل كان ساكن في الشيخ زايد. لقد استطاع الشاعر مرجان في إيه؟ دي حاجة بسيطة كده تتحط في صوابعك عشان الكلمتين الحلوين اللي انت هتقوليهم عليا. تجننت؟ إيه اللي بتعمله ده؟ امسكي بس للعيال تفتكر اللي أنا بقرصك في رجلي. الظاهر إن انت فعلاً إنسان وضيع زي ما قالولي. أنا غلطان، أنا دخلتك مكان زي ده. خلاص تغش فقر. وإني لأترك لشاعرنا الكبير المجال كي يقرأ لنا شعره بنفسه ليمتعنا ويطرب آذاننا. بسرعة عبد اللطيف، ده رأيك في الديوان؟ انت ما قلتليش الكلام ده. الراجل بيقول كلمة حق، مش ده رئيس قسم البتاع في قلب البتوع اللي انتوا قلتيهم دول؟ فليتفضل شاعرنا الكبير. لا انا افضل انك انت ما تقراش من الكتاب، الكتاب موجود معانا، احنا عايزين نسمع القائك للشعر. اتفضل. انا هسمعكم الحلزونة عشان الحلزونة عزيزة عليا شوية. الحلزونة يما الحلزونة، الحلزونة يما الحلزونة، خبيني يما يا حلزونة. الحلزونة انتحرت، كانت تعبانة تعبانة تعبانة، والحلزون خبطته عربية في ميدان التحرير، ميدان التحرير، ميدان التحرير. كان بيعدي الشارع، كان بيعدي الشارع وباصص يمين، كان السنونو واقف في نونو، سنونو بينونو هناك. أصل الميدان كان فيه زحمة كمان، وإنسان غلبان خارج من شغله تعبان، ما كله فوق بعضه، كله فوق بعضه. واديها يا إنسان، اديها في الكاليتش كمان، تعرف الساعة اللي معدي بكام؟ بكام؟ بكام؟